Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة في الله، تصور أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة أن الشركة التي تعمل بها تعلن إعلانا، وها أنا أقرأ عليكم ذلك التعميم. يقول صاحب الشركة لجميع العمال: من عمل ساعات إضافية لمدة 10 أيام للعشرة الأيام القادمة، من عمل ساعات إضافية فسندفع له راتب شهر كامل إذا أصاب ليلة معينة، أما بقية الأيام فسيحاسب كالعادة. إذا عمل ساعات إضافية في جميع تلك الليالي فسيأخذ أجرته في جميع الليالي، ولكن هناك ليلة خاصة سندفع لك راتب شهر كامل، وفوق ذلك
لو أن هناك أي ملاحظة في ملفك فسيمحى ليس عليك شيء ولكن تلك الليلة لن نحددها لكم اعملوا إن شئتم فستأخذون حسابكم ولكن هناك ليلة معينة ستأخذ فيها راتب شهر كامل وبلا شك أسألكم بالله لو وصلكم هذا التعميم من الشركة فماذا أنتم عاملون؟ Think with me for a moment and imagine that I'm reading to you a memo that came from your head office, the head office of the company that you're working for. The memo says, whoever works overtime for the next 10 days, then we will pay you the going rate for overtime. But on one of those nights, because this is overtime, so after your regular hours, you come back at night, and if you work those hours, one of those 10 nights, we guarantee you that we will pay you an entire month's salary. And on top of that, we will look to your file. And if there are any complaints against you, if there is anything negative in your file whatsoever, that will be deleted as well. Imagine that this memo reached you from your head office of the company that you work for. What would you do? أنا لا أشك طرفة عين أنه جلنا إن لم يكن جميعنا سيعمل ساعات إضافية في جميع تلك الليالي بلا استثناء راتب شهر كامل بسبب عمل ليلة واحدة وبقية الليالي سيدفعون لي الأجرة على أي حال هكذا الوضع إذا عرض علينا بنو آدم أجرة وثواب ولكن إذا عرض علينا ربنا ذلك أو أكثر من ذلك فمن عمل؟ نقعد ولا نتحرك أليس كذلك؟ هذه هي الحقيقة المرة I'm certain if not every one of us, the vast majority of us, if that memo reached us, we would work all 10 nights. We would put in overtime all 10 nights. Why wouldn't we? When, if we're working just a few hours, we were going to get paid for an entire month, our slate would be clean, and for the other days that we worked, or the other nights that we worked, we're going to get paid anyways, at the going rate. That is the overtime hours. Now, this is our reaction when human beings make us these amazing offers. But when the offers come from Allah subhanahu wa ta'ala, offers not like this, but much better than this offer, then what is our reaction? The sad and bitter reality is, very few amongst us will move. Very few of us will react and become excited about that offer. ها نحن الآن دخلنا العشر الأواخر من رمضان والله سبحانه وتعالى عرض علينا أشياء كثيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكذلك نجد في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن شهر رمضان وأخبرنا بأن فيه ليلة هي خير من ألف شهر فمن حرم خيرها فقد حرم وفي رواية فهو المحروم وعلمنا من عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد
في العشر الأواخر يعني من رمضان ما لم يكن يجتهد في بقية الشهر يعني في العشرين الأول. وكذلك علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر يعني من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. كل ذلك لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأجر عظيم وثواب لا مثيل له. يقول جل من قائل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ يعني مهما شرحنا لكم فلن تعلموا قدر ليلة القدر، لن تعلموا قيمتها، هكذا عظمها. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني الذي يقوم ليلة القدر، الذي يحيي ليلة القدر، الذي لا ينام في ليلة القدر وإنما يقضي وقته في العبادة لله سبحانه وتعالى، فإنه سيسجل له، سيكتب في كتابه أنه عبد الله جل وعلا أكثر من ألف شهر، ليس ألف شهر فقط وإنما أكثر من ألف شهر، يعني 23 سنة وزيادة، أكثر من ذلك. ليس كما ذكرت آنفا أن صاحب الشركة سيدفع لك راتب شهر كامل، ولكن الله جل وعلا يضمن لمن يقوم ليلة القدر ثواب عبادة أكثر من 83 سنة. هل فهمنا ذلك؟ ويقول الله سبحانه وتعالى عن الليلة نفسها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ما معنى البركة؟ البركة يعني لزوم الخير في الشيء، استقرار الخير في الشيء، يعني الخير لا يفارق هذا الشيء. فالليلة هذه مباركة، كلها خير، فيها خير، فيها أجور، فيها ثواب من الله سبحانه وتعالى. When we look to the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, we find that he sallallahu alayhi wa sallam informed us of a few things. He told us that whoever spends the night known as Laylatul Qadr or the night of decree in prayer out of faith and hoping for reward from Allah subhanahu wa ta'ala, all their previous sins will be forgiven. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَيَقُولُ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَيَشْمَلُ ذَلِكَ الصَّغَائِرُ وَالْكَبَائِرُ. And many of the scholars say that when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says that their previous sins will be forgiven, this includes not only the minor but the major sins as well. And we learn from Aisha radiallahu anha that she said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to strive during the last 10, that is the last 10 days of Ramadan, more than he strove prior to that, in other words, the first 20 days. And she tells us that when the last 10 nights approached, or the last 10 days of Ramadan entered, then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and I'm going to give a translation of the meaning, he used to roll up his sleeves. The way she mentions it is that he used to tighten his lower garment. And what this means is that he used to strive very diligently to the extent that perhaps he did not even have any relations with his wives. شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَى لَيْلَهُ. And he remained awake throughout the night.
وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. And because it is such an amazing night, then he didn't want any of his family members to miss out, so he used to wake up his family as well. And it is reported not only that he woke up his wives, but it is reported that he even went to Fatima and Ali radiallahu anhuma and knocked on their door to wake them up as well. All of this is for Laylatul Qadr. So what is significant about this night, besides the fact that the Quran was revealed on it and so on and so forth? Well, Allah subhanahu wa ta'ala tells us, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, that indeed we have sent it down on this night known as Laylatul Qadr. Sent what down? The Quran. وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. And what will make you understand what Laylatul Qadr is? And what this actually means is that no matter how much it is explained to you, never will you comprehend, never will you be able to wrap your mind around just how valuable and precious that night is. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. This night of Qadr, the night of decree, Laylatul Qadr, is better than 1,000 months. Meaning that whatever good you set forth during that night, it will be recorded for you, it will be written in your book of deeds, that you worshipped Allah subhanahu wa ta'ala, and you did that good for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala for more than 83 years. Not just 83 years, but for more than 83 years. As compared to the memo that I read you earlier, where your boss says, I'll pay you for an extra month. For more than 83 years. This is what Allah subhanahu wa ta'ala is telling us. He also tells us about that very night, إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. He says that indeed we have sent it down on a blessed night. And when we speak about al-barakah, or blessings, what it means is that there is perpetual good. In other words, that night comes with nothing but good. There is goodness for the entire night. Not a moment, not a second of that night passes by except that there is good, except that there is good in it. هذه فقط بعض الأشياء التي نعرفها عن ليلة القدر. فنحن نريد أن نسأل ماذا ينبغي لي أن أعمل في ليلة القدر؟ وأعود وأقول ليلة القدر خير من ألف شهر. لا ننسى أن هذا كلام الله جل وعلا. هذا وعد من رب العالمين أن من عمل لله سبحانه وتعالى في تلك الليلة من قدم الطاعات لله سبحانه وتعالى في تلك الليلة فسيثاب وكأنه عمل لأكثر من 83 عاما. لا ننسى أن هذا كلام الله وليس بكلام أحد من الخلق، وإنما هذا وعد من ربنا سبحانه وتعالى. فماذا ينبغي علينا أن نعمل؟ أولا، لا ينبغي لأحد منا أن يضيع هذه الفرصة، ولا يقول لنا أحد سمعت وقرأت أن ليلة 27 من رمضان هي ليلة القدر. نعم، قد قال بذلك بعض الصحابة، بل إن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كان يقسم بذلك. ولكن نعود وننظر في الأحاديث الصحيحة ونعلم من تلك الأحاديث أن ليلة القدر تقع في العشر الأواخر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر كلها. وكذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرى أن تكون في الوتر من العشر الأواخر. ولكن ما هو الوتر؟ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، الوتر باعتبار الشهر كاملا يكون ماذا؟ ليلة 21 و23 و25 و27 و29. ولكن
العشر الأواخر باعتبار أن الشهر ناقص ماذا يكون؟ إذا نبدأ من الأخير فيكون الوتر ماذا؟ 28 و26 وهكذا. إذا من كل الأحاديث التي ننظر إليها يعني وجدنا في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوري ليلة القدر ووقعت متى؟ في الحادية والعشرين، في الحادي والعشرين يعني ليلة البارحة. الحقيقة أنه لا يمكن لنا أن نجزم بأن ليلة القدر ليلة معينة، وإنما قد تكون أي من هذه الليالي. So when we speak about Laylatul Qadr, these are only a few things that I mentioned, and there is so much more. What is it that we want to get out of it? What is it that we are supposed to do on Laylatul Qadr? And before we mention any of that, it is for us to understand that Allah subhanahu wa ta'ala is the one addressing us. It is not me who is telling you about the great rewards. It is not any of the creation of Allah Jalla wa Ala, but He Himself subhanahu wa ta'ala from above the seven heavens says, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. That the night of Al-Qadr is better, that is, it is superior than 83 years, than 1,000 months. This is from Allah subhanahu wa ta'ala, a promise that whatever good we do during that night, it will be recorded for us as though we have done it for more than 83 years. This we need to understand. Now, also before we speak about anything to do on Laylatul Qadr, there are some who say, but I have read that Laylatul Qadr is on the 27th night of Ramadan. And we say, yes, some of the Sahaba said that. And Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu wa arda used to swear by Allah that it is the 27th night. But we still have to go back to the ahadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and look at what he said. This was his belief, the belief of Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu wa arda. But the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told us that Laylatul Qadr lies in the last 10 nights of Ramadan. And this is why he spent all 10 nights in i'tikaf, in seclusion in the masjid, where he would not have to worry about any worldly matters, where he spent his time only between him and Allah subhanahu wa ta'ala. And he told us sallallahu alayhi wa sallam that Laylatul Qadr falls more than likely on one of the odd nights of the last 10 nights of Ramadan. And Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah says, okay, when we look at the odd nights, we understand if the month is complete, if it is 30 days, then the odd nights are the 21st, the 23rd, right? The 25th, the 27th, and the 29th. But what if the month ends up being only 29 days? He still said, fil ashr al-awakhir, the last 10. So if you count backwards, if you count from the 29th then, the odd nights, in essence, then would be the 28th, the 26th, the 24th, the 22nd, and the 20th. And then if we look to some ahadith, we learn that the Prophet ﷺ was shown when Laylatul Qadr would be that particular year. And it happened to be the 21st night, which happened to be last night. So the bottom line is this. We really have no idea which exact night it is that Laylatul Qadr will be. Therefore, the intelligent one amongst us will not put all his or her eggs in one basket. That's it. I'm going to worship diligently on the 27th night. And as for the other nights, whatever happens, happens. فَالْعَاقِلُ مِنَّا لَا يُخَصِّصُ لَيْلَةً مُعَيَّنًا وَإِنَّمَا يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي جَمِيعِ تِلْكَ الْلَيَالِي لِأَنَّهُ يَحْتَمِلْ أن تكون هذه الليلة في أي من هذه الليالي. فماذا ينبغي أن نعمل؟ كيف نحيي ليلة القدر؟ هناك عدة أمور. أولها الصلاة، القيام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام يعني من أدى الصلاة في تلك الليلة. إذن وامتدح الله جل وعلا هؤلاء الذين يتهجدون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. والرسول عليه الصلاة والسلام كما نعلم كان يقوم الليل كثيرا، وفي قيام الليل ماذا نجد؟ نجد أن فيه قراءة القرآن، ونجد أن فيه التسبيح والتحميد والتهليل، ونجد أن فيه الركوع والسجود، وأيضا فيه الدعاء. ولكن كيف نقوم؟ للأسف الشديد نجد في كثير من الأماكن أن الناس لما يقومون الليل كيف يقومون؟ هدفهم واحد، هدفهم أن يكملوا القرآن، أن يختموا القرآن، أو أن يقرأوا قدر ما يستطيعون قراءته في هذه الصلاة، فيقرؤون بسرعة ولا يعقلون ما يقولون. ليست هذه الصلاة المطلوبة. فأوصي نفسي وإياكم، نعم نقوم الليل، ولكن نقوم الليل بخشوع، نطول في القراءة. والذي سيقوم الليل وحده وليس مع جماعة، ليس هناك أحد يؤمه من حفاظ كتاب الله جل وعلا، قد يشتكي ويقول أنا لا أحفظ إلا الشيء القليل من كتاب الله جل وعلا. أقول نعم لا بأس، إذا أحببت أن تقرأ بما تعرفه وما تحفظه فلا بأس، ولكن إن أحببت أن تمسك المصحف وتقرأ من المصحف في قيام الليل فهذا جائز بعون الله سبحانه وتعالى. ولكن اقرأ بتدبر، تفكر في كلام الله سبحانه وتعالى، استشعر بأن الله جل وعلا يكلمك ويخاطبك. كلنا يحفظ سورة الفاتحة، فلا نسرع في قراءة سورة الفاتحة، ولكن نفكر في معانيها، نذكر أننا نخاطب ربنا جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى، ثم ندعوه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هل استشعرنا هذا المعنى ونحن نقوم الليل؟ أم نقرأها هكذا وكأننا نقرأ أي كتاب وأي نص، ثم إذا ركعنا هل نستشعر بأننا نركع بين يدي رب العالمين؟ وحينما نسجد هل نطيل في السجود ونحمد ربنا جل وعلا وندعوه؟ ونعم يجوز لنا أن ندعو الله جل وعلا بالأدعية التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، فيجوز لي ويجوز لك أن ندعو الله جل وعلا بما نريده من أمور دنيانا، وطبعا سندعوه جل وعلا بأمور أخرانا. هكذا يكون قيام الليل، وليس الغرض أن نقرأ ما تيسر وأن نكمل الصلاة هكذا بلا شعور بلا روح. فلنجعل صلاتنا ذات قيمة. When it comes to ليلة القدر, there are many things that we can do. And amongst the greatest of those things that we can do on ليلة القدر is to spend it in prayer before Allah subhanahu wa ta'ala. And by prayer here, I mean the salah. Because the Prophet sallallahu alayhi wa sallam specifically mentioned in that hadith, man qama laylat al-qadr, the one who stands in prayer before Allah jalla wa ala on laylat al-qadr, that is the person who will attain that great reward of having all their sins forgiven. And Allah subhanahu wa ta'ala praises those who stand in prayer at night, those who fear the punishment of the hereafter, and those who have hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Prophet alayhi salatu wasalam, as we know, used to stand in prayer throughout the year, but even more so during these last 10 nights of Ramadan. But when it comes to this qiyam, when it comes to these prayers that we offer during the night, what is important for us to know is that this prayer cannot be an empty ritual. The idea is not to simply complete the Quran. The idea is not just to go through the motions, but rather for there to be some meaning behind what we are doing. So when we stand before Allah Jalla wa'ala, let's really feel as though we are standing before Him subhanahu wa ta'ala. And when we raise our hands, we should think about what we are doing. Every moment
or every motion of that salah we need to think about. When we recite Surah Al-Fatiha, don't simply race through it without thinking about the meanings. Remember that you are addressing Allah Jalla wa Ala. We are praising Him Tabaraka wa Ta'ala, and we are begging of His guidance. We have to think about what we are doing in Rukur, that we are bowing before the great Allah Subhanahu wa Ta'ala. When we prostrate, when we are in sujood, remember that this is the closest you can be to Allah Jalla wa Ala. So along with praising Him, remember to ask of Him. Ask of Him for what you need in this world, and of course for the Akhirah. And you may ask of Allah Jalla wa Ala in any language that you wish in your sujood. Remember all of these things. And let there be meaning in our ibadah. Let there be some spirit in our ibadah. And let not these ibadat go or be in a fashion that they are empty rituals. ثم قد يكون الإنسان يتعب من القيام ويريد أن يجلس. فإذا جلس الإنسان فخير ما يعمل هو ذكر الله جل وعلا وخير الذكر هو كتاب الله جل وعلا. فإذا نشغل أنفسنا بقراءة كتاب الله ومرة أخرى بتدبر حتى نفقه ما نقول حتى نفقه ما يخاطبنا به ربنا سبحانه وتعالى. Another thing is the recitation of Quran, because we may become tired standing in prayer, and so you want to sit and relax before your next set of two raka'ah. And in this case, the best thing we can do is to remember Allah subhanahu wa ta'ala. And the best of remembrance is the book of Allah jalla wa ala, the Quran. But once again, remember to recite while pondering, while thinking about what you are reciting, by thinking long and hard about what Allah subhanahu wa ta'ala is saying to us. وَكَذَلِكَ يُشْرَعُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ كَمَا يُشْرَعُ فِي جَمِيعِ اللَّيَالِ وَلَكِنْ خَاصَةً فِي هَذِهِ اللَّيَالِ الدُّعَاءِ وخير الدعاء في تلك الليلة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني لأن هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فهي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أريت ليلة القدر فماذا عليها أن تقول فقال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني والوقت قصير فلا أستطيع أن أشرح معنى هذا الدعاء وشرحه جميل والله فأرجو من الجميع أن يرجع إلى شرح هذا الدعاء استمعوا لبعض العلماء الذين يشرحونه. From the other things that is prescribed during this night, it is prescribed all the time, but particularly during this night is dua. That is calling upon Allah Jalla wa Ala, supplicating. And the best dua on that night is Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. That is, we are asking or turning to Allah Subhanahu wa Ta'ala, saying to Him that, O Allah, You are the pardoner. You are the one who overlooks faults. You are the one who forgives. And You love to pardon. You love to forgive and overlook faults. So pardon us, forgive us, overlook our faults. And because the time is short, I cannot explain that dua. However, I hope that everyone will go back and try to find one of the scholars who is explaining this and listen to it so you can say it with real meaning. وجميع العبادات سواء كان صلة الرحم وبر بالوالدين أو الصدقة كل هذه العبادات يمكننا أن نفعلها في ليلة القدر. فأنصح نفسي أولا ثم إياكم. انظروا الآن. انظروا الآن. نعم النهار طويل والليل قصيرة. أليس كذلك؟ وهذه أيضا نعمة. هذه أيضا نعمة. فالليلة كلها كم؟ من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر كلها كم؟ خمس ساعات. خمس ساعات يا أحبة لا شيء. لا شيء. فمن منا لا يستطيع؟ خلاص الآن إذا رجعنا من العمل ننام قليلا ونتعب إلى آخر الشهر لأن فيها ليلة القدر وليلة القدر خير من ألف شهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. Any act of worship, any good deeds during these nights is highly recommended. Whether it be maintaining family ties,
whether it be showing righteousness and dutifulness towards our parents, sadaqah or charity, any good deed on these nights is something that we should try to do. Because the reward, it will be recorded for us as though we have done it for more than 83 years. So I advise myself and the rest of you not to waste any of these nights. And yes, our days are long, but that means our nights are very short. It's all of about 5 to 6 hours maximum if you count from the time of Maghrib until the time of Salat al-Fajr. That is the extent of the night. So when you get home from work, sleep. Get some rest so you can tire yourself at night. Let's try to spend as much of the night as possible standing before Allah subhanahu wa ta'ala. Let's not let any of this time go to waste, because indeed, during these nights, there is one night which is known as Laylatul Qadr, and the value of it, as Allah subhanahu wa ta'ala tells us, is its worth is more than the worth of 1,000 months. I beg of Allah subhanahu wa ta'ala to place me and you amongst those who spend that night in prayer, who spend that night in worship, and so our previous sins will be forgiven. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين وأهلك الزنادقة والملحدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يدرك ليلة القدر فيقومه إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. اللهم أصلح حال المسلمين. اللهم أصلح حال هذه الأمة. اللهم أصلح حال المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر.